اهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحه واحسن حال. في اعراض ممكن تظهر عليك، الاعراض دي ممكن تشير لضعف او خلل او اعتلال او التهاب في الاعصاب او كلهم مع بعض. وخدوا بالكم ان الاعراض اللي هكلمكم عنها النهارده هي اعراض جديده ممكن معظمكم ما كانش يعرف ان ليها علاقه بالتهاب الاعصاب. من اشهر الاعراض دي تعب وارهاق عام في الجسم، حتى لو كنت نايم عدد ساعات كفايه، واخد كفايتك من النوم، ما حصلش ان انت قمت في النوم بتاعك، يعني النوم بتاعك كان ممتاز جدا. تاني نقطة انك ممكن تحس ان عندك ضعف في العضلات، عضلاتك مش قوية زي الاول، مش قادر تستخدمها بشكل طبيعي زي الاول، بالرغم ان انت ما عملتش اي حاجة غلط، لكن الموضوع ده طرأ وبشكل مفاجئ. من الاعراض المشهورة جدا وهي الام متفرقة في الجسم كله، مش شرط تكون الالام دي موجودة في منطقة واحدة، ممكن تكون موجودة في منطقة واحدة او في اكتر من منطقة وكلهم في نفس الوقت. من الحاجات الملحوظة وهي ضعف المناعة، وخلوا بالكم ان العرض ده بالذات من اكتر الاعراض اللي انت ممكن تقول ان هي ملهاش اي علاقة بالاعصاب، الا انها ممكن تشير الى ضعف شديد في الاعصاب. طيب ده بيظهر في صورة ايه؟ زي مثلا الالتهابات المتكررة، ومن اشهرهم التهاب الجهاز التنفسي او الحساسية، كل ما تعالج الحساسية تبدأ ترجع لك من تاني. ده غير حاجات تانية زي مشكلات في الجهاز الهضمي او فقر الدم او تساقط الشعر. وبشكل عام الحاجة بقى المشتركة في كل الاعراض دي هو بطء التعافي من الامراض دي، يعني مهما ان انت اخدت ادوية وخفيت بترجع تاني تلاقي ان انت انتكست وبشكل سريع. من الحاجات المهمة جدا وهي الاضطرابات النفسية، زي مثلا القلق بشكل زيادة وبشكل مفرط ودايما، وكمان حالات الاكتئاب، خاصة انه مفيش اي سبب ممكن يدعو للحالة دي. اما اخر عرض وهو شعور برقفة او قشعريرة مفاجئة في الجسم كله. بعد ما عرفنا معظم المشاكل اللي ليها علاقة بالتهاب الأعصاب، فأنا عايزاكم تطمنوا تماما، لأن حلقة النهاردة هتكون حلقة دسمة جدا. النهاردة هكلمكم عن أفضل 3 مشروبات بيقووا الأعصاب بشكل ممتاز جدا، وبتشوف التأثير بتاعهم بشكل سريع، خاصة لو انتظمت عليهم وحطيت 1 أو 2 منهم بشكل يومي. كمان هقولك إزاي تعالج مشكلة ضعف الأعصاب بشكل طبيعي وفي البيت من غير ما تستخدم الحقن أو الأقراص أو أي حاجة ممكن تتعبك. ده غير إني هكلمكم عن أطعمة ممتازة بتساعد على تقوية الأعصاب وبتمد الجسم بكل الفيتامينز اللي هو محتاجها. آخر جزء في الحلقة هقولك على مجموعة من الفيتامينز اللي لازم تاخدها واللي هتفرق معاك واللي هتديلك كل الكفاية بتاعتك اللي الجسم محتاجها علشان الأعصاب بتاعتك تبقى حديد. ركزوا معايا لأنها تكون حلقة مهمة جدا. اي حاجة ما تنسوش لايك الفيديو لو انت جديد معنا، اهلا وسهلا بيك. ما تنساش سبسكرايب في القناة وفعلوا علامة الجرس عشان توصلكم كل الفيديوز اللي انا بقدمها اول باول. ولو عندكم اي سؤال او اي استفسار سيبهولي وانا هجاوبكم عليه. خلينا نتكلم اول حاجة عن المشروبات اللي هنستخدمها علشان نقوي الاعصاب، والنهاردة هكلمكم عن اشهر واهم 3 مشروبات. اول مشروب مهم جدا وهو شاي البابونج. الشاي ده بعتبره من الحاجات والاعشاب المهمة جدا، لان هو بيحفز عملية استرخاء الاعصاب. ده غير ان هو هيساعدني بشكل كبير جدا في انه يعالج بعض الاعصاب المصابة. شاي البابونج ده ممكن يكون متوفر في شكل باكتات جاهزة، او ممكن تجيبه من عند العطار وتستخدمه مرة او مرتين في اليوم، مرة الصبح كده بعد الفطار بساعة، ومرة كده قبل النوم بساعة. المشروب التاني وهو شاي ورق الغار او ورق اللورة. الشاي ده بيساعد على تحسين التواصل بين الخلايا والنواقل العصبية في مختلف انحاء الجسم كله. طيب خدوا بالكم ان شاي ورق اللورة او ورق الغار هو شاي عشبي، يعني مش هتلاقوه جاهز بشكل كبير، لا لازم نعمله مع بعض، وانا دلوقتي هقول لكم ازاي نعمله بشكل ممتاز. انا محتاجة ان انا اخد 3 كوبايات من المية واحطهم على النار. اهم حاجة ان المية دي تكون مية نظيفة، ويفضل قوي انها تكون مية معقمة، وهضيف عليها 5 من ورق الغار، وهسيب المزيج ده كله يغلي لمدة 5 دقايق على النار. بعدين هنطفي النار وهنستنى كده
كده لمدة 5 دقايق لغاية لما المزيج بتاعي يرتاح، وبعدين هصفي المية من ورق الغار، وبعدين المشروب بتاعك هيكون جاهز. المشروب التالت والممتاز جدا جدا واللي بتكلم عنه دايما في كل فيديو هو الشاي الأخضر. الشاي الأخضر فيه مادتين مهمين جدا، أول مادة وهي الكافيين، المادة التانية وهي الليسيانين. الكافيين معروفة أنها مادة منشطة تساعد على زيادة نشاط الأعصاب الدماغية، وده بيساهم في تحسين قدرات الدماغ وتحسين الانتباه وسرعة الذاكرة وسرعة الاستجابة. أما المكون التاني وهو الليسيانين، ده بقى بيحسن من نشاط الدماغ وفي نفس الوقت بيقلل بشكل كبير جدا من القلق، واتحاده مع الكافيين بيزود جدا من الفوائد بتاعتهم هما الاتنين. وخليني أقولك نصايح مهمة جدا لو أنت هتعمل الشاي الأخضر في البيت. أول حاجة أن أنا أفضل أن هو يكون مش شاي أخضر معلب أو جاهز، لا أنا عايزة شاي تجيبه أنت يكون من عند العطار، لأن القيمة الغذائية والفوائد اللي بتكون موجودة فيه بتكون أعلى من لو كان معلب. النقطة المهمة التانية أن أنت ما تحطش الشاي الأخضر في المية وهي بتغلي، لأن المية المغلية هتأثر على المركبات الموجودة فيه وهتكسرها بسرعة، وبالتالي مش هنستفيد منه. فاستنى بعد المية ما تطفي، استنى عليها كده دقيقة أو دقيقتين وبعدين ممكن تضيف الشاي الأخضر. النصيحة التالتة بخصوص الشاي الأخضر، لو عايز تاخد منه فايدة أكتر وتستفيد من المركبات بتاعته والجسم بتاعك يمتصها بشكل أسرع وبشكل مركز، هتضيف عليه نص ليمونة، لأن فيتامين سي اللي موجود في الليمون هيسهل امتصاص مركبات الكاتشن الموجودة في الشاي الأخضر بشكل كبير. طيب إزاي أعالج ضعف الأعصاب في البيت ومن غير ما نلجأ لأي حقن أو أي مراهم؟ أنا عايزة العلاج يبقى قوي ومركز، وعايزة صحة الأعصاب كلها بتاعتك تبقى أفضل 100%. أول حاجة هنستخدم حاجة اسمها الملح الإنجليزي أو كبريتات المغنيسيوم أو الإبسوم سولت. الملح الإنجليزي ده يا إما هتلاقيه موجود عند العطار أو موجود في الصيدلية. ليه بعتبر الملح الإنجليزي من الكنوز اللي بتعالج الأعصاب؟ أول حاجة لأنه بيحتوي على عدد كبير جدا من الخصائص اللي بتعالج لي مشاكل الالتهابات بتاعت الأعصاب. ده غير إن هو كمان بيخفف حدة الألم، فمش بس بيعالج مشاكل الالتهابات، كمان بيعمل كده كمسكن طبيعي. والنقطة المهمة قوي إن هو كمان هيعالج مشاكل ضعف الأعصاب، فحتى لو كنت بتشعر إن أنت ليك فترة أعصابك ضعيفة أو مش زي الأول، لو بدأت تنتظم عليه 3 مرات في الأسبوع هتلاقي فرق كبير جدا في قوة الأعصاب بتاعتك. بتجيب كوباية كده زي الكوباية اللي بتشرب فيها الشاي بتاعك، الكوباية الإزاز، وتملاها كلها من الملح ده. وبعدين قبل ما تاخد الحمام بتاعك هتبدأ تملى الحمام كله بمية دافية وتضيف عليه الكوباية بتاعت كبريتات المغنيسيوم. هتقعد في المية دي من 15 ل 20 دقيقة، والموضوع ده هتكرره لمدة 3 مرات كل أسبوع. النقطة التانية وهي ان احنا هنتعرض لأشعة الشمس، وخلونا نشرح النقطة دي كده باستفاضة. ضعف الأعصاب الموجود عندك ممكن يرتبط بمشكلة احنا مش واخدين بالنا منها، وهي انخفاض فيتامين د في الجسم. فاحنا كده لما تعرضنا لأشعة الشمس فاحنا بدأنا نعوض نقص الفيتامين ده. مش بس هعوض نقص الفيتامين ده، لكن أشعة الشمس هتساعدني على إنتاج النسب الطبيعية منه في الجسم كل يوم. طيب امتى تعرض لأشعة الشمس؟ يهمني قوي ان انت تتعرض الصبح قبل ما أشعة الشمس تبقى في أقصى حالاتها، يعني هنبعد تماما عن الساعة 12 الظهر فيما بعد، وخلينا نتعرض من الساعة 9 الصبح أو من الساعة 8 الصبح لغاية الساعة 11 أو 11:30. النقطة الثالثة وإن احنا هنستخدم الزيوت في تدليك الأماكن اللي بنشعر فيها بألم أو بتعب أو برقفة أو بتنميل أو أي مشكلة طارئة ممكن تحصل في الجسم بتاعك. هنستخدم قدر متماثل من زيت السمسم ومن زيت اللوز، هنخلطهم كويس جدا مع بعض ونبدأ ندلك بيهم كل الأماكن المصابة. أول حاجة الموضوع ده بيخلي الجسم يحصل له استرخاء، وطبعا كل الناس اللي بتعاني من مشاكل الأعصاب دايما بيعانوا إن الأعصاب بتبقى متشنجة، فبعد التدليك بالزيوت بتلاقي إن حصل استرخاء بشكل كبير جدا في الجسم. ده غير إن هما بيساعدوا على علاج الضعف العصبي، وكمان بيزودوا من قوة ومن صحة الجهاز العصبي كله. النقطة الأخيرة وهو تمرين مهم جدا هنعمله علشان نساعد على تقوية الأعصاب. التمرين ده وهو إن أنت هتمشي على أرضية رطبة، سواء مثلا على رمل أو على الأرضية بتاعت البيت، لكن أهم حاجة إنك هتمشي بدون حذاء، يعني هتمشي حافي. المشي ده هيساعد على تقليل الالتهابات والإجهاد، وكمان هيعمل على زيادة الشعور بالاسترخاء وتقليل التوتر بشكل عام، ويوم مع يوم هتلاقي فرق كبير جدا في النقطة دي. طيب تعالوا دلوقتي نتكلم عن جزء الأطعمة المهمة
المهم جدا الأطعمة دي، هقول لكم قد ايه كل واحد منهم بيقدم فايدة قوية جدا للأعصاب. يهمني انك ما تاخدهمش كلهم لانه صعب جدا، لكن لو كل يوم نقدر نوفر واحد بس من الأطعمة اللي هتكلم عنها او نوفر اتنين، فده هيبقى ممتاز جدا لصحة الأعصاب. اول نقطة وهي الخضروات بأنواعها، ونبدأ بأول حاجة وهي الخضروات الورقية وخاصة السبانخ. السبانخ دي كنز لأنها بتساعد على إبطاء حالة الشيخوخة بتاعة الأعصاب، فأنت لما بتبدأ تستخدمها بتحافظ على صحة الأعصاب بتاعتك، ومش بس كده بتخلي الأعصاب على طول في حالة شباب دايم. ده غير طبعا البنجر اللي هو بيبقى فيه نسبة عالية جدا من الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم. العناصر دي مهمة جدا لدعم الجهاز العصبي. ثالث حاجة في الخضروات وهو البروكلي، واللي هو بيحتوي على عدد كبير جدا من الفيتامينز المهمة وكمان حمض الفوليك. ده بيساعد في علاج عدد كبير جدا من المشكلات العصبية زي التعب والاكتئاب وضغط الذاكرة وانفصام الشخصية. اما اخر حاجة في الخضروات وهي الافوكادو، فاكهة لذيذة بتحتوي على نسبة كبيرة جدا من الاوميجا 3 وهي ممتازة جدا لصحة الاعصاب. نيجي للجزء الثاني وهو اللحوم والاسماك. الكبدة بتحتوي على فيتامين بي 12، الفيتامين ده مهم جدا علشان حماية الاعصاب وحماية الجهاز العصبي. والاسماك بتحتوي على اوميجا 3، الاحماض دي مهمة جدا، موجودة في سمك السردين والسلمون والتونة. الجزء الثالث وهو المكسرات والبقوليات. عايزاك تركز على البقوليات اللي بتحتوي على البروتينات زي الفول والفاصوليا والحمص، وبرده ما ننساش الحبوب الكاملة اللي بتتمثل في الرز البني والشوفان. الحبوب دي بيبقى موجودة فيها نسبة كويسة جدا من الكربوهيدرات، بتساهم في رفع نسبة السيروتونين وكمان تقوية الاعصاب. في بذور كده ممكن تستخدمها في النظام الغذائي بتاعك زي بذور الكتان والشيا، البذور دي ممكن عادي تاخد منها رشة مع كل طبق سلطة او مع كل طبق اكل انت بتستخدمه. دي من اكتر المصادر اللي بتحتوي على اوميجا 3، وفي نفس الوقت هو مصدر مش مكلف ونقدر نستخدمه بشكل كبير. وبالنسبة للمكسرات فهي بتحتوي على نسبة عالية من السيروتونين اللي بيحسن المزاج وبيساعد في تقوية الاعصاب. من اشهرهم الكاجو واللوز والجوز. نيجي بقى للقسم الرابع وهو المشروم، والمشروم ده محتاج حلقة واحدة نتكلم فيها عن الفوائد بتاعته، وده لانه من اقوى وافضل الاطعمة اللي بتساعدك على الحماية من مشكلة تلف الاعصاب. ولو انت عايز حاجة واحدة مركزة فيها كل الفايدة علشان تحمي نفسك يبقى تستخدم المشروم. اول حاجة بيحتوي على نسبة مرتفعة جدا من فيتامين بي 6 اللي بيساعد على انتاج السيروتونين، كمان بيعزز قوة النواقل العصبية الهامة للصحة النفسية، ده غير ان هو كمان بيحسن المزاج وبيقاوم من كل حالات القلق والاكتئاب اللي بتكون حاصلة مش بس علشان المود، لا بسبب ضعف الاعصاب. طيب تعالوا نتكلم بقى على الجزء الاخير من الحلقة وهو اهم الفيتامينز المهمة جدا اللي انا اقدر استخدمها في صورة اقراص وتديني فايدة مركزة، وبدل ما انا اخدها بشكل قليل من الاطعمة لا انا هستخدمها بشكل كبسولات واخد منها جرعة قوية جدا. اول مكمل مهم جدا ولازم نستخدمه لو عندنا اي مشكلة في الاعصاب وهو مكمل المغنيسيوم. المغنيسيوم اول حاجة هيحفز من استرخاء الاعصاب بشكل عام، وكمان هيقلل من حدة الالتهابات. خدوا بالكم ان حتى الناس اللي عندها مشاكل في الارق او القلق فهو هيبقى مفيد ليها جدا، لان هو بيساعد بشكل كبير في تحسين النوم، مش بس تحسين النوم، تحسين جودة النوم. النوع الثاني من الفيتامينز وهو فيتامين بي، وزي ما قلنا فيتامين بي المركب اللي هو بيبقى فيه بي 1 وبي 6 وبي 12، مشهور جدا انه الثلاثة مع بعض بيحسنوا من قوة ومن صحة الاعصاب. ثالث فيتامين وهو فيتامين د، زي ما قلنا انه عدد كبير جدا من الناس اللي بتعاني من مشاكل الاعصاب بيكون بسبب نقص الفيتامين ده في الجسم بتاعهم، ويفضل انك قبل ما تبدأ تستخدمه ان احنا نعمل تحليل ونشوف النسبة بتاعته في الجسم عاملة ازاي. مكمل مهم جدا وهو البوتاسيوم، لانه بيحسن من ردود فعل الاعصاب، وبالتالي بينسق حركة العضلات بشكل افضل، وبيخلي كده في انسجام بين كل عضلات الجسم في الحركة بتاعتهم. في اتنين من المكملات لما بنستخدمهم بيساعدوا على تحفيز التعافي من المشاكل بتاعة الاعصاب، وبيخلوا كده يحصل شفاء بشكل اسرع لكل الاعصاب اللي بتعاني من التهاب او من خلل او من اعتلال في الجسم، وهما اوميجا 3 وفيتامين اي. الاتنين دول لو حتى بدأنا نستخدمهم وحدهم وقبل اي حاجة، او استخدمناهم حتى مع الاطعمة اللي قلنا ان احنا هنركز عليها
والروتين بتاعنا، سواء ان احنا الطرق الطبيعيه اللي احنا هنستخدمها وبرده المشروبات اللي احنا هناخدها، هتلاقي شفاء بشكل كبير جدا في مشاكل الاعصاب في الجسم. يبقى بكده عرفنا ايه هي افضل المشروبات اللي هنقدر نستخدمها وهتاثر بشكل ممتاز، وازاي نعالج مشاكل الاعصاب بشكل طبيعي، ايه افضل الاطعمه اللي بتحتوي على الفيتامينز اللي انا محتاجها، وكمان المكملات الغذائيه اللي هتساعد بشكل كبير جدا في تحسين صحه الاعصاب وكمان في التعافي بشكل سريع لكل الاعصاب المعتله في الجسم. اتمنى اكون قدرت افيدكم في حلقه النهارده وقدرت اقدم لكم معلومات مفيده. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش لايك الفيديو، سبسكرايب في القناه، واهم حاجه شاركوا الفيديو مع غيركم علشان اكبر عدد منه يستفاد. واشوفكم على كل خير الحلقه الجايه ان شاء الله. باي باي.